الأول ما كان في مجال التباهي أو كان هذا واضح جدا. السوشيال ميديا خلت العالم مفتوح، الخصوصية هذه بدأت أنها تقل، الناس الأول برضو تخاف كثير من الحسد، الحين بالعكس لا 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 بتتباهى أنها بتظهر نعمتها، حتى جزء من الانتماء الطبقي، روح المطاعم الغالية وشوف الناس اللي موجودة فيها، يعني شوف الأشياء اللي الناس بتشتريها يعني. بالضبط، يعني إحنا على فكرة وحتى التجميل، حتى التجميل الحين صار من الانتماء الطبقي، أنه بالضبط أيوة الاهتمام بالأسنان، أنه مثلا يعني شوف الأسنان مكلفة، العمليات التجميل انها مكلفه، فهي جزء من الانتماء الطبقي انك تنتمي الى طبقه راقيه او انك عندك مقدره ماديه، حتى لو اخذوها بالقروض، حتى اني اكون انا جميله واكون جذابه وانتمي الى فئه. فين وقت احنا بنتكلم عن حب الذات وانك تحب نفسك اهم شيء، اهم من السطحيات اللي حواليك، يا واخذ القرد مهم الشكل، مهم الشكل. انا على ماله شوفي انا معاهم ناخذها بالقرد على حواله، ناخذها بتوازن، يعني ما اقدر ان انا اقول الشكل غير مهم، لا، الكاريزما لها علاقه بالشكل. تمام. طيب أتفق. القبول الاجتماعي جزء منه لا علاقه بالشكل، فانا مثلا كأم اني انا لو بزرعها في ابنائي او بزرعها في الاخرين انك انت مهم شكلك، ولكن ليس بالاشياء اللي انها ما هي بيدك، يعني انت خلقت ابيض، اسمر، شعرك ناعم، شعرك خشن، هذا خلق الله، انت بتحاول انك تتعامل معه قدر الامكان بالامكانيات المتاحه. صح. لكن في اشياء مهمه، يعني مثلا مهمه نظافه الأسنان. مهمة نظافة الجسم، مهمة رائحتك انها تكون جيدة، مهمة انك انت تكون طريقة كلامك جيدة، هذه الامور هذه مهمة انك تربيها وتزرعها في الطفل منذ البداية، ان هذه لها علاقة بشكلك، يعني ما يكفي انك انت ظاهريا حلو في الكاميرا وانت في داخلك مش منفر. نظيف، مش فلا نظيف تكون كمان منفر من برا. أيوة. عشان تكون أيوة. طريقة الكلام، طريقة الجلسة، طريقة يعني الاتيكيت في التعامل، هذا كله مهم ايضا وله علاقة بالبادي او بالايمج نفسها، مش الايمج فقط انه رموش، اني اركب لي رموش طويلة، رموش ساحرات تلاقيها مراهقه وهي رموشها. صح. صح. تعرف دكتوره الامي، انا عندي معتقد ان بلانا هي السوشيال ميديا. بلانا هي والله بلانا. والله هي لها ميزات ولها عيوب جميله، وانا يمكن من الناس المهتمه بالسوشيال ميديا والحمد لله، يعني قادره احب الميديا واحب الميديا احب، وخاصه السوشيال ميديا احبها، بس انا فقدين الاتزان في السوشيال ميديا، فقدين الاتزان، فقدين استخدامها بطبيعتها، يعني هي صنعت لمشاركه اللحظات الحلوه، اني اشارك رايي، اشارك فكره، مش ابدا ادخل في صراع تنافسي مع الاخر اني اثبت. حتى الان احيانا حتى الهواش صرنا ما نتهاوش فيس تو فيس، احنا نتهاوش في السوشيال ميديا. صحيح. احط بوست تقهر الثاني وتقوم الثاني حاطه بوست وكل واحد يستفز الثاني. انا ما اسويها. لا انا الحمد لله ما اسويها، بس انا اكتشفت، تخيلي اكتشفت ان في ناس زمان كانوا الفاشونيستات يمكن كذا، هي هذه الظاهره، حتى الناس العاديه بتعمل هذه الاشياء بشكل او اخر. هي دخول الاعلام بشكل عام غير الناس، يعني الشيبان مثلا كانت عندهم سميره توفيق، لما كانت هم متعودين على زوجاتهم، على امهاتهم، على خواتهم، كان عادي الموضوع، لما طلعت سميره توفيق كان اساليهم عنها ايش اللي كان يصير، فهي ايضا غيرت الايمج عندهم، ان الوحده اللي عندها خال واللي عندها كذا خدود والشعر الاسود والعين اللي، يعني غيرت تفكيرهم وتصورهم عن المراه الجميله. في كان بعض المجتمعات سبقونا، اللي انهم عندهم اهتمام كبير بالتجميل، عندك لبنان مثلا او مثلا الكويت، ان عندهم اهتمام كبير بالتجميل، فكان عندهم عمليات التجميل، بيعملوا لك الفيلر والبوتكس في البقاله يقولوا لك، او في مشغل او في اي مكان، فهذه الامور عندهم ان هي يمكن فقيره وما عندها تاكل ولا تشرب، بس انها لازم تكون جميله ومرتبه وبتعمل هذه الاشياء.